وللمزيد حول التي رئيس الوزراء التفقدية يطلعن عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هنا من جنوب سيناء وتحديدا أمام جبل التجلي الأعظم، حيث كلم الله موسى عليه السلام هذا الجبل الذي دكا تقريبا دكا كاملا بعد أن كلم الله موسى أمام هذا الجبل. ربما يعني هو مكانة عالية جدا ومكانة دينية، وتؤكد على أن السياحة الدينية لها أهمية كبيرة جدا هنا في جنوب سيناء. اليوم كنا في جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنا في جنوب سيناء، حيث تم الإعلان وأيضا زيارة عدد من المنشآت المختلفة ضمن مشروع التجلي الأعظم. هذا المشروع هو به 14 منطقة أو نقطة مختلفة داخل هذا المشروع ضمن السياحة الدينية، وضمن أيضا المشاريع التي تنتهجها مصر لتطوير السياحة بشكل عام في جنوب سيناء. قمنا بزيارة عدد من هذه النقاط مثل تطوير كمين النبي صالح، وأيضا يعني هذا الفندق الذي يتم إنشاؤه داخل الجبل ليطل مباشرة على جبل التجلي الأعظم، أو هذا الجبل الذي كلم الله من أمامه موسى عليه السلام. هذه أيضا بالإضافة لزيارة لعدد آخر من النقاط داخل هذا المشروع، مشروع التجلي الأعظم، بالإضافة للفندق، وأيضا تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين ليستقبل عدد أكبر من الطائرات ويستقبل عدد أكثر من السياح، ليصبح السياحة مباشرة إلى مطار سانت كاترين. بالإضافة لذلك أيضا تم الإعلان اليوم وسط احتفالية من أمام هذا الجبل، جبل التجلي الأعظم، بفوز محافظة جنوب سيناء بجائزة التميز، هذا التميز الرقمي للتحول الرقمي، حيث استطاعت جنوب سيناء أن تضع خريطة جنوب سيناء على يعني في التحول الرقمي أو بطريقة رقمية، حيث يستطيع أن نتجول داخل محافظة جنوب سيناء بطريقة رقمية ومعرفة الأبعاد الجغرافية لهذه المنطقة، بالإضافة لزيارة هذا المكان. هذه هي الجولة وما حدث فيها، والآن عودة إليكم مرة أخرى من جنوب سيناء.